كما تحدث وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد مع نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية رئيس دائرة الاتحادية للشؤون الخارجية إنياسيو كاسيس، حيث تبحث حول سبل توسيع وتكثيف فرص التعاون بين البلدين في المجال الصحي والبحث العلمي، ليختتم اللقاء بالتوقيع على اتفاقية تعاون تخص الأمراض غير المتنقلة كالسرطان وأمراض الأعصاب وفقر الدم، مع إنشاء لجنة مشتركة للعمل وتحديد مشاريع التعاون مستقبلا. اللقاء جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح وعدد من إطارات الوزارة. هذه الاتفاقية ستسمح لنا بتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين بلدينا، خاصة في مجال مكافحة بعض الأمراض كالسرطان، وأيضا في مجال البحث العلمي وصناعة الأدوية، وهي خطوة أخرى تضاف إلى مسار التعاون بين الجزائر والكونفدرالية السويسرية. تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة للعمل و تحديد مشاريع مستقبلا مع ضمان عملية المتابعة والتقييم بالطبع بصفة دورية.